مستر منير، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. إيه الريحة دي؟ إيه يا أنسة؟ إيه؟ مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك، أصل الموضوع خطير، بس الريحة أخطر. إيه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة، مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني، لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها. ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك، جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي ارجوكي. مستر منير، مستر منير، ايه انت؟ حاجه مهمه، حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانه عشان التكييف عندي بينقط ميه، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحه طالعه لغايه بره. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب. يا عيني ارجوكي اتفضلي ارجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير، بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر، قول له حاضر، قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص، مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. اه ماشي، وحياة امي لاجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير، اي احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. ها؟ تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس، اوكي؟ شوفي بس موضوع الملف اخلص. حالا. ايوه. بلاش ايوه، بقول لك بيفهموا عربي. اه طبعا، ويلكم. شوفوا لي شريهان فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده الولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا! شيل ايدك يلا! الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي، في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا قررت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته. خالتي خالتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعاد دل. خير يا خالتي؟ خير خير، زي ما تقولي كده، في بيني وبين سعاد دل وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي، دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها، صح؟ ايه يا بنت، ايه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكلة طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانة من الراجل الطيب، انا قلقانة من بيته السماوية اللي عاملة لنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه ايوه ايوه، تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي
الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعده ونعرف هنعمل ايه. فاكره عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفه ايه، وكان عنده بنت سماويه وكانت مقرفه وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت بتعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني. معلش الجاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل. ايه شكل انت جاي تخطف طفل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي. ما بتردش عليا في التليفون من امبارح، وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت هي امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبني كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبني؟ مش عارفين نشيل الاستبني اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مش ورا البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه فيه طبعا، انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت بتعمل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده، اديها لنا وهنحط لك صور جديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص، ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا، السوسته جت في درستي. معلش سلامتك حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمه كميه الكومنتس عامله ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصوره. يا بنتي انتي مش فاهمه، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلت لك يا سو انا مش سهله، انا مش سهله خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة، وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة هدى. تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فكرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس
عملتش حاجه غلط. ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيله ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميميه ونبقى اسره جميله مترابطه. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انت ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا، الغايه في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. اخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي على جثتي. تس 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 تس. اي اي باشمهندس والنبي زود لي بقى الافكت بقى، عيب يعني، ده انا حبيبه. ايوه تست. ايوه الله. ايوه